إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أقول سبحانه وتعالى في محكم آياته: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ينذر الله سبحانه وتعالى في هؤلاء الآيات، ينذر الله سبحانه وتعالى الذين زعموا وادعوا لله الولد، وهذا الزعم لا عن علم عندهم ولا عن علم عند آبائهم، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. وهذه الكلمة عظمت شناعتها، أي ادعاء أن لله ولد أو القول أن لله ولد. وهذه الكلمة عظمت شناعتها واشتدت عقوبتها، لأنها تقتضي مشاركة غير الله في خصائص الربوبية والإلهية. قال تعالى وهو يبين لنا وبال هذه الكلمة وعظم جرم القائل بها والعذاب الأليم الذي ينتظر أصحابها يوم القيامة. قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال تعالى أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية الخلق ساعيا في ذلك أعظم السعي، فكان صلى الله عليه وسلم يفرح ويصر بهداية المهتدين ويحزن ويأسف على المكذبين الضالين، شفقة منه صلى الله عليه وسلم عليهم ورحمة بهم. أرشده الله سبحانه وتعالى ألا يشغل باله ونفسه بالأسف عليهم ولا يهلكها غما وأسفا عليهم، كما قال تعالى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، وقال تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وهنا قال الله سبحانه وتعالى لنبيه فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، وذلك أن أجرك قد وجب على الله سبحانه وتعالى، ما على الرسول إلا البلاغ المبين. وهؤلاء لو علم الله فيهم خيرا لهداهم، ولكنه علم أنهم لا يصلحون إلا للنار، فلذلك خذلهم عن الإيمان فلم يهتدوا. قال أحد العلماء الصالحين في هذه الآية ونحوها عبرة لكل داعي إلى الله سبحانه وتعالى، فالداعي إلى الله عليه البلاغ المبين الشافي الكافي والسعي بكل سبب يوصل إلى الهداية مع التوكل على الله سبحانه وتعالى في ذلك كله، لأن الهداية التوفيقية بيد المولى سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فالأنبياء
والعلماء الربانيون عليهم البيان، بيان الصراط المستقيم من اتبعه دخل الجنة، والتحذير من سبل الشيطان من اتبعها دخل جهنم. أما الهداية، هداية القلوب إلى الإيمان فبيد الله سبحانه وتعالى. من علم الله في قلوبهم خيرا هداهم للإيمان، ومن علم في قلوبهم شرا خذلهم وسقطوا من عينه، فكانوا من جند إبليس. قال تعالى لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى. النبي والأنبياء لا يملكون الهداية لأحد، عليهم البيان والبلاغ، أما الهداية فبيد الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى ما ضرب مثل بالذين كفروا، ضرب مثل بامرأة نوح وامرأة لوط: كانتا تحت عبدين صالحين من عبادنا فخانتهما، أي خانت الدين والملة، فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وابن نوح قال له: اركب معنا، قال: إني سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، فكان من المهلكين. فالشاهد أنه لا أحد يملك لأحد هداية، فما عليك إلا البلاغ المبين. النبي والعلماء من بعد الأنبياء، وهم ورث الأنبياء عليهم البيان، أما الهداية فبيد الله سبحانه وتعالى، لا يملك لأحد حتى لنفسه. وذلك كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا مقلب، أو أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وكان أكثر حلفي: لا ومقلب القلوب. فسئل قال: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيفما شاء. فأنت دائما تسأل هداية والثبات عليها والمعونة على طاعة الله سبحانه وتعالى، تسأل الله سبحانه وتعالى دائما آناء الليل وأطراف النهار في قيامك وقعودك وركوعك وسجودك، تسأل الله سبحانه وتعالى الهداية إلى صراطه المستقيم والثبات على الحق حتى تلقاه. قال تعالى نبيه: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، يحب الكفر فبيسارعوا فيه، تعبير ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، يحبهم للكفر والفسق والفجور ومنها البدع والضلالات. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. سقطوا من أعين الله فلا يساوي شيئا، فهم حصبوا جهنم. إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. يعني ما يفرحوش بالدنيا وأن يسرت لهم سبل الفسق والفجور والكفر، لا، هذا ليزدادوا إثما ولتزداد عقوبتهم في الآخرة وفي الدنيا. إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. ذكر ابن سبحانه وتعالى بيعطوهم مال أو سلطان أو ملك أو تمكين، طول عمر، صحة، عافية، لا يفرحون بهذا. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. إن الله سبحانه وتعالى يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا أشد الحرص على الخلق، مجتهدا في هدايتهم، وكان يحزن إذا لم يهتدوا وأسرعوا في الكفر من شدة رغبتهم فيه وحرصهم عليه. فقال له الله تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. فالله ناصر دينه ومؤيد رسوله ومتم نوره ونصره من دونهم، فلا تبالهم ولا تحفل بهم. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى: إن أن الذين اختاروا الكفر على الإيمان لن يضروا الله شيئا، بل وبال فعلهم وشؤم كفرهم وردتهم يعود عليهم لهوانهم على الله وسقوطهم من عينه، فليس لهم حظ في الآخرة، بل خزي في الدنيا وفي الآخرة عذاب النار وبئس المصير. قال تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فما تجد واحد ارتد عن ملة الإسلام ويفخر بذلك، فاعلم أنه قد هان على الله سبحانه وتعالى، ولا تحزن عليه، لأنه شر قد طهر الله سبحانه وتعالى منه الصف المسلم. منافق فأظهر كفره فاستراحت منه الفئة المؤمنة. فما تجد واحد أعلن كفري وردتي وارتد إلى ملة غير ملة الإسلام، فاعلم أنه شر قد صرفه الله عن المؤمنين، وأن مآله في الدنيا الخزي الوبيل، وفي الآخرة
عذاب النار وبئس المصير. وقال تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. علماء أهل الكتاب الربانيين الذين يتبعون التوراة والإنجيل إذا تليت عليهم آيات الله سبحانه وتعالى من القرآن علموا أنه الحق الذي وعدهم الله سبحانه وتعالى به وأنه الرسول الذي بشر الله سبحانه وتعالى به في كتبهم على لسان أنبيائهم موسى وعيسى، فيؤمنوا بالله سبحانه وتعالى. أولئك يؤتون أجرهم مرتين كما أخبر بذلك الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال تعالى محذرا هؤلاء الذين اختاروا الكفر على الإيمان، قال: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. أي ولا يظن الذين كفروا بربهم ونبذوا دينه وارتدوا عن ملة الإسلام وحاربوا الدين إما باللسان أو بالسنان أو بالاثنين معا أن تركنا لهم وإملاءنا لهم خير لأنفسهم ومحبة لفعلهم. كلا، ليس الأمر كما زعموا، وإنما ذلك لشر يراد بهم وزيادة عذاب وعقوبة إلى عذابهم. فالله تعالى يملي للظالم حتى يزداد طغيانه ويترادف كفرانه حتى إذا أخذه لم يفلته بل أخذه أخذ عزيز مقتدر. فليحذر الظالمة، كل الظالمة من الإمهال، ولا يظن أن يفوتوا ولا يظن أنهم سيفوتون الكبير المتعال. قال تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وقال تعالى لنبيه: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. ترى الناس للإيمان بعضهم يدخل في الإسلام وهو يقتل الكفر، هؤلاء المنافقون، وفي أول فرصة يرتد عن الدين ليكيد للفئة المؤمنة، أو ليدخل في الإسلام أصلا ويكيد له باللسان وبالسنان. الله سبحانه وتعالى يخبر رسوله يقول له: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. ولذلك يا جماعة كل رؤوس أهل البدع إلا مرق أكثرهم منافقون، وذلك تكثر الزندقة والإلحاد والردة في أهل البدع، سواء كانوا روافض أو صوفية أو خوارج مسلمين قتلة المسلمين، تجد فيهم الردة والإلحاد. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. ومن هؤلاء المنافقون ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، أي الذين لم يؤمنوا أو الذين ارتدوا، لم يرد الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبهم أي من الشك والشرك والنفاق، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. نزلت هذه الآية في المسارعين في الكفر الخارجين عن طاعة الله ورسوله المقدمين آراءهم وأهواءهم على شرائع الله عز وجل من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، وهؤلاء هم المنافقون الذين أظهروا الإيمان بأفواههم وقلوبهم خراب خاوية من الإيمان. وهذا والله حال عامة رؤوس أهل البدع من الروافض والصوفية المشركين عباد القبور والخوارج المجرمين قتلة المسلمين اللي يفجر كل يوم في بلاد المسلمين أو في أسواق المسلمين ومساجدهم. هؤلاء دائما ينتهي حالهم بالكفر والردة الصراح القراح، وهذا والله حال عامة رؤوس أهل البدع. فأرشده الله سبحانه وتعالى ألا يأسى ولا يحزن على أمثالهم فإن هؤلاء لا في العير ولا في النفير، إن حضروا لم ينفعوا وإن غابوا لم يفقدوا، فإن الذي يؤسى ويحزن عليهم من كان معدودا من المؤمنين أي ظاهرا وباطنا، وهؤلاء حاش لله أن يرجعوا عن دينهم ويرتدوا عن إسلامهم، فإن الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب
لم يعدل به صاحبه غيره، ولم يبغي به بدلا ولو مشط بأمشاط الحديد المحمي ولو شق بالمنشار نصفين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا سواء السبيل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، كثير من أهل الكتاب على عهد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما بعده أسلموا حين قرأوا القرآن. منهم عبد الله بن سلام، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله ثلاث أسئلة، فلما جاوبه قال أنت نبي. حتى حين سمع بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم مجيء إلى المدينة، فكان في نخله فأتى مسرعا، فقالت له أخته والله لو كان موسى بن عمران ما خرجت إليه مسرعا هكذا. فقال لا، هو خير من موسى بن عمران إن كان هو، إن كان هو النبي الخاتم الذي بشر الله سبحانه وتعالى به في التوراة والإنجيل. فلما أتى سأله فآمن مكانه، ثم قال يا رسول الله لا تخبر يهود أني أسلمت، فإنهم قوم بهت، إن علموا بإسلامي بهتوني. فلما جاءت يهود دخلوا عليه وهو اختبأ في أحد بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي الرجل فيكم عبد الله بن سلام؟ وكان من أحبارهم ومن خيارهم. فقالهم أي الرجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا هو خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. قال لهم فماذا لو أسلم؟ قالوا أعاده الله من ذلك. فخرج عبد الله بن سلام فشاهد الشهادتين أمامهم، فقال هو شرنا وابن شرنا في نفس الوقت. قال يا رسول الله هذا الذي كنت أخافه، بهتان. وغيرهم، سلمان الفارسي كان نصرانيا وأسلم، وعدي بن حاتم كان نصرانيا وأسلم، وصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن حملة الدين وممن روى لنا أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنهم من أسلم وارتد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل نصرانيا وأسلم وجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ البقرة وآل عمران وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم ارتد ولحق بقومه فمات. فلما مات دفنه قومه فأصبحوا وقد لفظته الأرض، فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه، نبشوا قبره لما تركهم وهرب، فحفروا في الأرض وأعمقوا له ودفنوه. فلما أصبحوا وجدوه وقد نبذت لفظته الأرض، فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه، لما تركهم نبشوا قبره وألقوه، فحفروا وأعمقوا جدا يعني زي بير كده يعني، ودفنوه. فأصبحوا وقد وجدوه قد لفظته الأرض، قالوا هذا ليس من عمل الناس. أي ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يثبت عباده المؤمنين وكرامة لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآية من آيات ودلالة من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. هو سبحانه الغني الحميد، لا يضره كفر الكافر ولا تنفعه طاعة الطائعين، ولكن أمره ونهيه لكم محض فضله وإحسانه عليكم. الطائع لنفسه، ومن جاهد فلنفسه، ومن شكر فلنفسه، ومن كفر فعليها، وبال كفره وردته وخبثه على نفسه. في الدنيا حياة نكد، وفي الآخرة عذاب أليم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. فهو سبحانه وتعالى الغني الحميد، لا يضره كفر من كفر ولا طاعة من طاع ولا ينفعه طاعة الطاعين، ولكن أمره ونهيه لكم محض فضله وإحسانه عليكم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ووعد الله المتقين المطيعين فقال فلنحيينه حياة طيبة، أي من طاع الله ورسوله، من أطاع الله ورسوله أحيى الله سبحانه وتعالى حياة طيبة في الدنيا وفي البرزخ ويوم يقوم الأشهاد. وهو سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده الكفر لكمال إحسانه بهم وعلمه أن الكفر يشقيهم في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا معيشة ضنكة وفي الآخرة عذاب أليم وشقاوة لا يسعدون بعدها أبدا. ولأنه سبحانه وتعالى خلقهم لعبادته
فلا يرضى أن يدعوا ما خلقوا لأجله. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وإن تشكروا يرضه لكم لمحبته لكم وإحسانه إليكم ولعلمه أن في ذلك الحياة الطيبة في الدنيا وفي البرزخ بعد الموت ويوم يقوم الأشهاد. عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال، أي المولى عز وجل في حديث قصي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر ولا شيء. وقام الأولون والآخرون الإنس والجن في صعيد واحد فسألوا سبحانه وتعالى كلهم في وقت واحد فأعطاهم كلهم مسألته في نفس الوقت لا ينقص ذلك مما عند الله سبحانه وتعالى إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، الإبرة إذا دخلت البحر كم تأخذ من البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ضعف كثير، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. من غلبت أحاده حسناته لا يلومن إلا نفسه. الأحاد اللي هي الحسنات والعشرات اللي هي الحسنات، بل السيئة الله سبحانه وتعالى من تاب توبة النصوحة بدل الله سبحانه وتعالى سيئاته حسنات، ومن هم بسيئة فلم يعملها مخافة الله كتبها الله له حسنة، وإن عاقبه فيعاقبه بمثلها. فمن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من عباده المتقين، وأن يجعلنا جميعا من عباده المخلصين، وأن يلحقنا بالصالحين، ويجعلنا جميعا من ورثة جنة النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ونسأله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أجاب وإذا دعي به أعطى، نسأله سبحانه وتعالى أن يأخذ بنواصينا إليه ويردنا جميعا إلى دينه ردا جميلا، ويجعلنا جميعا من عباده المخلصين، وأن يجمعنا جميعا في مستقر رحمته كما جمعنا في الدنيا على طاعته. ونسأله سبحانه وتعالى أن ينتقم من قتلة أهل السنة الذين قتلوا أهل السنة في بلاد المسلمين في العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي اليمن وفي جزيرة العرب وفي كل مكان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم من قتلة أهل السنة، اللهم احصيهم عددا وأهلكهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم إنهم لا يعجزونك، اللهم إنهم قد طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم صوت عذاب ولا تفلت منهم أحدا. اللهم عليك بهذه الدولة المجرمة الفاجرة الذي طغت في البلاد وأفسدت العباد وقتلت عباد الله المؤمنين، استحلت دماءهم وأعراضهم وأموالهم وخراب بلادهم. اللهم اكسر شوكتها ودمر قوتها وشتت شملها وفرق جمعها وأرنا فيهم آيات جبروتك وانتقامه. اللهم عليك بملال هذه الدولة المجرمين الذين آذوا الله ورسوله وسبوا الطيبات الطاهرات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وكفروا سادات الأولياء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقتلوا المؤمنين، قتلوا مئات الآلاف بل ملايين المسلمين في هذه الحقبة القريبة. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم احصيهم عددا واهلكهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم عليك بهم وبمن يحبهم ويواليهم، اللهم عليك بهم جميعا وعليك بأتباعهم، احصيهم عددا واهلكهم بددا فإنهم لا يعجزونك، ونحن نملك إلا الدعاء، فاستجب يا أرحم الراحمين وانتقم منهم وأرنا فيهم يوما أسودا.
تشفي به صدور المؤمنين وتذهب غيظ قلوبهم، إنك على ذلك لقدير وبالإجابة لجدير. وصلى اللهم على البشير النذير محمد بن عبد الله وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.